يعني أنا صح أنا ماشي خياط، لكن أنا مصمم نرسم، عندي موهبة الرسم اللي نقدر نطلع لك أن فاتمون ويتخيط كيما ديور شانيل. ماشي خياطين، سي دي ديزاينر يرسموا ويخيطوا لهم. الحمد لله يعني قادر على روحي وقادر على مي ديسان، والحمد لله الناس فرحانين بيا. يعني انا جو سوي كونتر يعني في لي ديفيلي مو يكونوا صغاريت، لانه هو ماشي عرس، سي ان ديفيلي سي فري الناس تكون فرحانه، لكن علاش اون اوروب ما نشوفوش الناس تزغرت ولا تنوض من بلايصها وتصفق؟ الناس يستغلوا لو موديل، يستغلوا المانكا، يستغلوا الديفيلي باش يكون حاجه مليحه. يعني هنا في الجزائر ونخلطوها شويه ما بين عراس وديفيلي. انا بور موا من نوبه، ريم النوبة هي أحسن مصممة في الجزائر، ما بعد يجوا مصممين ثاني، لأنه ما تنساش من النوبة هي من أول الجزائريات والمصممات اللي داروا لباس تقليدي مودرنيزي، ولو تقليد يعني قلدوا.